لكن خلي بالكم لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب إن إحنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي إن حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس يبقى يكفي الإنفاق على هذا الاستيراد. أنا قلت قبل كده إحنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل رجال الأعمال، إن الكل كان بيفضل إن هو يجيب من بره على إن هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا أخش في حراك وجهد كبير جدا عشان أخلي المنتج ده في مصر. ده اللي حصل الفترة اللي فاتت. هديكم مثال على مثلا في السلع الأساسية. إحنا من 3 سنين قلنا إن إحنا رايحين على تقريبا 3-4 مليون فدان يكونوا داخلين للإنتاج، ولا عايز تقول لي إيه؟ لا طبعا حضرتك بتقول لي لو تسمح لي، يعني إن الـ 4 مليون فدان يعني متوسط تكلفة الاستصلاح بس والبنية إحنا بنتكلم في 250 أو 300 ألف، فما بالنا الرقم ده يمثل زي ما حضرتك قلت تحديات كبيرة. الحاجة التانية إن الاستصلاح كمان مسألة المية، لما نعمل مصادر مية ونلجأ إلى 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي سواء المحسمة 1 مليون أو معالجة مصرف بحر البقر 5.6 أو الحمام اللي هي 7.5 أو 8، دي أرقام خيالية. معظم دول العالم ما فيش دول بتصلح أراضي، دول العالم بتفقد أراضي كتير بسبب التصحر والتدهور وتدهور التربة والتغيرات المناخية. يمكن إحنا من الدول القلائل اللي لجأنا إلى مسألة استصلاح الأراضي وزراعتها. 4 مليون فدان يضافوا إلى الرقعة الزراعية قد تعادل أكثر من 60-70% من الأرض القديمة، وبالتالي كمان حتى اللي يمكن زي ما سيادتك قلت قبل كده إن الزراعة في الأراضي الجديدة عبارة عن زراعة بتكنولوجيا جديدة وزراعة بتتغلب على مشكلة التفتت الحيازي وتقدر نرسم لها السياسات الزراعية وبنحقق إنتاجية. لو ما كناش خدنا مثل هذه الإجراءات زي ما حضرتك قلت الأولويات، فقه الأولويات، لنا كلنا جميعا أن نتخيل لو كنا ما عملناش هذا الإجراء والتوسع فيه وخدنا محاور كثيرة في الزراعة كان زماننا عاملين إيه في أزمة كورونا لما العالم كله بقى يعاني من نقص الغذاء. دول كثيرة جدا أثبتت أن المال وحده لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي. إحنا يمكن من الدول القلائل اللي السلع ممكن تكون اتحركت لكن متاحة كانت موجودة. إحنا ما حسناش في فترة كورونا أو ما بعدها بنقص في السلع الأساسية أو السلع الغذائية. المحاور اللي خدناها دي إحنا كمان محور الصوامع، لو ما كناش خدنا هذا الإجراء ما كناش قدرنا نزود الاحتياط بتاعنا نقدر في ظروف لما توقفت فيه سلاسل الإمداد والتوريد، ما كناش نقدر يبقى عندنا احتياطي يقضي 5-6 شهور.